كيفاش ندير جناحتين الدجاج متبلين ومحمرين في الفوغ يجيو طايبين زبدة ومعسلين؟ هاد الوصفة صيفية اقتصادية وبزاف بنينة. راح نوجد قبل أسرع وأسهل مارينات تقدروا ديروها. ندير نص بصلة، سنينة تاع الثوم، ملح، فلفل كحل، البابريكا ومغرفة صغيرة ولا نص مغرف كبيرة تاع لو كونسونطري طوماط، 4 مغارف تاع اللبن، 2 مغارف زيت زيتون، مغرفة صغيرة تاع العسل والأعشاب المناسبة. وبالبغا ميكسر راح نميكسي كلش. شتوها شحال سهلة؟ راح نحطها فوق الجناحتين اللي كنت نقيت وغسلت بالطبع، ونحاول كيفاش ندخل كامل هذيك لامارينات في هذاك الدجاج. نغطي بان فيلم اليمونتير ونحطها في الثلاجة على الاقل ساعتين. اون مارينات ماشي نص ساعة ولا ساعة. اذا حبيتو دجاجكم يتبل لحتى للقلب لازم تخلوه على الاقل زوج سوايع. نفرش ونستف هذوك الجناحتين فوق السنيوة، واللي بقات لي من التتبيلة راح نفرخها من الفوق. شعلت الفوق 200 درجة من الفوق ومن التحت، وفي نص ساعة تلقاوهم محمرين ومجمرين الله الله، يدوبوا في اليد قبل من الفم، معمرين بالبنة. جرموهم ومدوا لي رايكم. عطت غسات. سلام.